مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نود التواصل معكم وفي هذه المساحة نتحدث عن مهرجان التمور الثالث، واحد يعتبر من أهم الفعاليات الاقتصادية ويعني أنشطها، ومهرجان داوم أن يأتي يعني في وقته وميقاته. ضيف عزيز ينضم إلينا داخل الاستوديو، لكن نتابع هذه المادة أولا عن المهرجان ومن ثم نعود إلى داخل الاستوديو لنرحب بضيفنا وبقية المحاور. والعز والشموخ في الفرع الطويل كالزنج المحاري والعرب النبيل ومقامك تشرف بتكريم الجليل وفي سنة نبينا طاف نسمك عليل طاف نسمك عليل طاف نسمك عليل معاني حياتنا فيك تتجلى أعز صفاتنا صوت الهمة وصول الغمة والإبداع في أي مهمة مجد الماضي وعمق صغاتنا وفيك يا نخلة معاني حياتنا أمان الزارع عرضه وانت العزبة طول عرضه انت الفرحة الزانة أرضه انت الفرحة الزانة أرضه شلنا سماحك في حياتنا
معاني حياتنا. انت معاشنا ورمز عراسنا، انت عزة وحنا غراسنا، بك نذبح ونرفع راسنا، بك نذبح ونرفع راسنا، ونهدي الدنيا ويوط خيراتنا. صورتك جمال تتجلى في صورتك الفتانة، في أم بتغزي السعفي مصلايا بألوانا، في الكادح العامل بكل حب وأمانة. سماح تتجلى رفعة وشموخ ووفا، في فرعك السامي في طبعك المعطاء، في تمرك المبروك ألفي هغوط وشفاء. النخلة رابط حب بين الشعوب ووصال بأسمى معناها، كل الكلام دقال الفو صفاء وعمل الجو شموخ وجمال. النخلة زينة الغاب وأميرة الأجيال، النخلة زينة الغاب وأميرة الأجيال، النخلة زينة الغاب الاقتصاد عنوان كل زمان ومكان، هذه السمار الوان منح شعوبنا أمان، منح شعوبنا أمان وان سترة حال. إقاع إماراتي في لحن سوداني، إقاع إماراتي في لحن سوداني، انت السماح بالطل مهرجان ثاني، عم زايد الخيرات رمز الحب الحاني، عم زايد. اهلا وسهلا من جديد، تحيه لكل القائمين على امر هذا الاوبريت الذي يهتم بالنخله، وشهدنا الابعاد الاجتماعيه المختلفه وتلاقح البيلم كل الدول العربيه من اجل الاهتمام بالنخله، لانه واحده من اقتصاديات البلاد بتشكل الامن الغذائي لكثير جدا من الدول. مهرجان التمور الثالث بتنظمه طبعا يعني واحد من انشطه جمعيه فلاحه ورعايه النخيل، بيتم أيضا فيه مشورة للقائمين على أمر هذا المهرجان وأيضا المنتجين والمستهلكين، وكمان صوغ لعدد كبير جدا من المواطنين اللي بيرتادوا هذا المهرجان. سعداء أيكم معنا أستاذ إدريس عثمان إدريس منسق المهرجان وعضو جمعية النخيل، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير، نرحب بأسرة الشروق ونرحب بمشاهد الكريم، وصباح الخير على الجميع. مرحبا بك في قناة الشروق الفضائية. يمكن دي النسخة
يعني في نسخة المهرجان على المستوى المحلي 12، المهرجان له 12 سنة، لكن على المستوى الدولي هي هو العالمي دي النسخة الثالثة. شنو الجديد في النسخة الثالثة دي يعني في المهرجان؟ طيب، أول حاجة جمعية فلاحة ورعاية النخيل السوداني هي طبعا جمعية طوعية وتمتلك أو تشتغل في عدة أنشطة، من ضمنها النشاط بتاع المهرجانات، إقامة المهرجانات السنوية. نعم. وهي حقيقة عملت قرابة 9 أو 10 مهرجانات يعني منظمتها هي بطريقة الخاصة، لكن النسخة دي النسخة الثالثة للمهرجان الدولي. يعني احنا لنا 3 سنة بنظم هذا المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخلة التمر والابتكار الزراعي. نعم. فبالوضع ده هي اخذت البعد الدولي، المهرجان اخذ البعد الدولي. الجائزه طبعا تقوم بتنظيم المهرجانات على مستوى كثير من الدول المنتجه للتمور، كان العربيه والاسلاميه. نعم. فدي النسخه الثالثه للمهرجان، لمهرجان التمور السودانيه. اها، طيب عايزين نشوف من خلال المهرجان ده بيتم فيه شنو جواه، طبعا من برامج وكذا، عايزين نشوف برضو البعد العالمي من خلال المهرجان، خاصة انه مرات في تمور انواع تمور اصناف عالمية ما زي الموجودة في السودان. طبعا المهرجان ده هو طبعا زي ما قلت لك بنظم الجائزة، والجائزة يعني هدفها الاساسي هو خلق تعاون يعني اقليمي ووطني ودولي بين الدول المنتجة للتمور، وبشراكة على السنة دي طبعا بشراكة مع الجمعية ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية. ديل يعني شركاء التنظيم لهذا المهرجان، وبرعاية السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوق. وحقيقة يعني المهرجان بدأ يوم 26، كان بدايته يوم 26 نوفمبر يوم الثلاثاء كان افتتاح المهرجان، وحيستمر لغاية يوم 30 نوفمبر بقاعة الصداقة. المهرجان ده يعني فيه مكونات، ومكونات من أساسيات المكونات طبعا المعرض، والمعرض فيه مكونات اللي هو بيحتوي على معروضات بتاع التمور، بيحتوي على مصنعات، بيحتوي على تصنيع أجزاء النخلة، بيحتوي على فلكلور، بيحتوي على مشغوليات تراثية وأوراق علمية بتقدم خلال المهرجان. فدي المكونات تقريبا اللي بتكون المهرجان الرئيسية اللي بتكون منها المهرجان. نعم. طيب لما نتكلم عن التمور ونتكلم عن هذا الاهتمام والرعاية من مجلس الوزراء، مؤكد في يعني أبعاد أخرى لهذا المهرجان، يعني على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، أيضا علاقاتنا مع دولة الإمارات، وأيضا على المستوى الاقتصادي، باعتبار أنه في كثير من أنواع التمور اللي هي عندها عائد اقتصادي كبير وضخم وبتزرع في السودان. نحن كنا استضفنا الجمعيه في النسخه الثانيه للمهرجان السنه اللي فاتت، وتحدثنا عن انه انتم رفعتوا عدد من التوصيات لزياده المساحات المزروعه لدخول انواع جديده من التمور في السودان. عاوزين نعرف نجيف الان على الموقف، يعني شنو اللي تنفذ من التوصيات اللي انتم رفعتوها والعائد الاقتصادي المتوقع؟ يعني والله انا داير ابدا لك من بدايات هذه النهضه بتاع تطوير التمور. يعني حقيقة هي بدأت في بداية التسعينات بالضبط 1992 من خلال برنامج إرشادي كان متنظم وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، وبالشراكة مع منتج التمور حاج بشير محمد عيد، طبعا مشهور في زراعة النخيل. والناس يعني بيطلبوا عليه انه ابو النخيل في السودان. فمن خلال هذه الشراكة بين وزارة الزراعة ومنتج التمور واخواننا في الابحاث الزراعية، نحن حقيقة البرنامج ده كان الهدف منه هو نشر ثقافة زراعة النخيل وتحسين وتطوير زراعة النخيل في السودان. وتطورت المسألة دي وبقت لغاية ما أصبح في مركز لتدريب كل المنتجين والعاملين في حقول النخيل عن التغانات والعمليات الفلاحية المحسنة لزراعة النخيل. وتكونت بعدها جمعية يعني لا تطور لاحق لتشيل التم الحصد على داعي. جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية هي جمعية طوعية، والهدف منها هي نشر ثقافة زراعة النخيل، تشجيع البحث العلمي، وتشجيع المنتجين على تبني التغانات الحديثة في زراعة وتطوير النخيل. وزي ما قلت لك الجمعية دي درجت على إقامة المهرجانات. صحيح. ومن خلال مشاركاتها في المهرجانات الدولية في كثير من بلدان العالم الإسلامي والعربي
خلقت هذه الشراكات يعني حقيقة تفاهمات دولية، وأصبحت يعني لها مذكرات تفاهم مع كثير من جمعيات الزغان النخلة، الزغان النخل المماثلة في الدول الثانية. ووصل الحال بأخواننا في دولة الإمارات بأنه يعني ينشئوا جائزة باسم خليفة سموها الرئيس الإمارات، هي جائزة خليفة الدولية، هي جائزة دولية وترعى هذه المهرجانات. والسودان خش في الشراكات دي مع جائزة، ومن خلال التواصل معهم في الإمارات وفي كل الدول المخترعة التمور مهرجاناتها، ونحن حقيقة يعني بدأنا ندخل الأصناف العالمية للتمور. في تغيير هسه في خارطة التمور تماما في السودان. الشركة كان معروف سابقا، يعني احنا معروف انه في السودان مناطق انتاج التمور هي المنطقة الشمالية ونهر النيل وعلى الحدود على ضفتي النيل بس، وكنا متميزين بانتاج التمور الجافة. فبعد ما ادخلنا الاصناف العالمية ذات الشهرة العالمية الممتازة، يعني ندي الناس اسماء يعني زي يعطوا اصناف بين الاصناف، يعني بدي صنف البرحي هسه مشهور للناس معروف، وعندنا هي غرابة 15 صنف من الأصناف العالمية دخلت السودان، لكن أشهرها البرحي والصقعي والعنبرة. ده الصقعي الخضراوي هسه اللي قدامنا ده، ده الصنف الصقعي ده أصلا منشأه طبعا السعودية. الأصناف دي كلها عندها منشأ، يعني أساسا يعني نشأ في دول، وتم يعني اختيارك أصناف عالمية لجودتها يعني. أستاذ إدريس، يعني في جانب آخر وإنت ذكرت من صميم عمل الجمعية إعطاء البحوث وأيضا الشراكات المختلفة والتفاهمات الدولية اللي إنت ذكرتها، لكن لو جينا في السودان الزراعة تحت النخيل زراعة تقليدية، سواء كان في الشمالية أو نهر النيل أو المناطق الثانية بتزرع فيها أو يزرع فيها النخيل لكن ما بصورة كبيرة. فعايزين نشوف من خلال خلينا نعتبر إنه المهرجان ده يعني ورشة كذا بتلم المنتجين المستهلكين وأيضا المسوقين، عايزين نشوف إدخال التقنيات الحديثة، الاهتمام الحديث بزراعة النخيل والاهتمام أكثر، هل موجود يعني ولا ممكن إنه نستبشر خير في الأيام المقبلة بهذه التقنيات؟ والله في السنين المضت طبعا الناس كان بتعامل مع التمور بحسب الثقافات والمفاهيم المتوارثة، يعني كل واحد بتوارث عن أبيه عن جده هذه الثقافات، وكان بيتعاملوها بالتمور كأنه ثقافة خاصة في انتاج التمور في المناطق التقليديه. لكن هسه الحمد لله انتم كان زرتوا المعرض، يعني بتلقوا في تطور كبير في انتاج التمور، يعني واحده من الاشياء اللي احنا طورنا بها هسه هذا الصنف الصقعي والجوده بتاعته وطريقه التعبئه دي زمان ما كانت في مزارع، يعني بيتزرع على مستوى المزارع، يعني مزارع حاج مزارع بشير يعني كان حاج بشير ولا غير حاج بشير، في ناس انتجوا يعني تمور ممتازه وحقيقة عملها تعب بصورة كويسة، وده كله معقمة كمان أهم حاجة فكرة التعقيم. معقمة طبعا، احنا دايما كان عندنا مشكلة في منتجاتنا يعني لحد وقت قريب انه لما نصدرها للخارج مرات كثيرة ما نلتزم بالشروط اللي بيطلبوها يعني في برا السودان، يعني في التعقيم في التعبية في كده. فالمسألة دي ما أتت من فراغ، يعني ده أتكلم انه في جهود اتبذلت في يعني نشر المعرفة الزراعية يعني التغانات والعمليات الفلاحية المحسنة في زراعة النخيل. ودي أول حاجة بدأت بمركز تطوير زراعة النخيل، وجاءت الجمعية وسعت فيها ونشرتها بصورة كويسة. الجمعية عندها حملات إرشادية تقريبا خلال السنة بتقوم بها لمناطق زراعة النخيل، بتعمل توعية لكل المنتجين في شكل حلقات إرشادية وشغل عملي على مستوى الحقل، وكل هذه الجهود حقيقة لها يعني آثار كويسة جدا على تطوير زراعة النخيل في السودان. طيب في سؤال بيطرح نفسه، يعني إذا كان في أنواع عالمية دخلت السودان وعندها منتوج اقتصادي كبير، يعني عرفت أنه في واحد من أنواع البلح أو التمور يعني بيتباع بالحبة، يعني الحبة سعرها دولار يعني في السوق الخارجي، هل السودان عنده أسواق خارجية مطلوبة الأنواع دي برا السودان؟ والله انا داير اقول نحن حتى الاسواق السوق المحلي اللي هسه نحن ما قدرنا نكفيه، يعني في عدم اكتفاء من السوق من التمور السوق المحلي، بالذات التمور من الاصناف العالميه والتمور الطلب زايد، الطلب زايد عليها. وفي في 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 طبعا في مبادرات جريئه تمت في تصدير التمور، يعني
الحمد لله لين تقريبا حوالي سنتين ولا 3 سنة في مبادرات كويسة في تصدير التمور للمناطق اللي بتستهلك التمور، وبالذات في في إيطاليا وعلى لندن وفرنسا. نعم. في عندنا عندنا تمور مشت برا. طيب لو جينا لجانب اخر ما يتعلق بعمليه الشراكات والاهتمام ايضا الجهات المسؤوله، خاصه احنا قلنا هو بشكل اقتصاد رئيس جدا للبلد وهو بامن غذائي، فلو عايزين نشجع من زراعه النخيل حتى لو في الفلاحه المدرسيه او غيره من الجهات الثانيه، عايزين نشوف مدى الارتباط برضه بالجهات المسؤوله من اجل الاهتمام اكثر وادخال التقنيات زي ما ذكرت الحديثه وتوسيع الشراكه خلال الجمعيه والجهات المسؤوله الان في الفتره الانتقاليه، هل عندكم الشراكات دي توصلتوا ليهم؟ نحن اسم مكونات المهرجان او مكونات المعرض عندنا شراكه واسعه من المراه حقيقه في تصنيع التمور، في يعني حقيقه في مبادرات كويسه من جانب المراه في مصنعات التمور والصناعات التحويليه، وعندنا برامج للاطفال برضه في التغذيه في حفله التغذيه بالذات، وعندنا شراكات مع منظمات يعني بترعى الاطفال بانه يتناول التمور كغذاء. وطبعا التمر يا اخواننا معروف انه يعني يمتاز بجوده عاليه جميلة. يعني انا ذكرت معلش استاذ ادريس انا اتكلمت، هل عندكم تواصل مع جهات حكوميه مسؤوله الاهتمام اكثر يعني بعمليه زراعه النخيل؟ يعني ده كان محور السؤال يعني، ولا ما في ولا شراكات بس من خلال المنظمات؟ لا نحن مستوى وزاره الزراعه في كل الوزارات في اداره البساتين دي عندنا ناس مختصين في زراعه النخيل وانتاج التمور، فنحن عندنا شراكات معاهم وعندنا تواصل بالذات في الحته بتاعت الحملات الارشاديه. نعم. نحن يعني مشاركيننا تماما في هذا في هذه الجهود، وعندنا مؤسسات برضه عندنا اتصال بها برضه في نشر ثقافه النخيل. نعم. في السودان. يعتبر الموضوع محتاج تشبيك يعني مع عدد كبير من المؤسسات والاجسام. طيب سؤال اخير في 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 فقرتنا دي معك، نذكر مره اخرى بالمهرجان هو بدا، نذكر بالختام والفعاليات، وبالنسبه للجمهور يعني لو عاوزين يمشوا تنصحهم بأتو قيسم يعني يمشوا يزوروه ويشوفوا، والاسعار برضه شكلها كيف هناك؟ والله هو المعرض طبعا مفتوح للجمهور في كل مكوناته يوميا لحد يوم الختام، بيبدا من الساعه 10 لغايه الساعه 11 ليلا في قاعه الصداقه. في قاعه الصداقه. وانا بنصح الجمهور انه يعني يحرصوا على زياره المعرض ده عشان يشوفوا شنو قروش كثير ولا شنو قروش حبه. والله يا على حسب يعني النخله دي اصلا يعني مصدر كرم. نعم. يعني هم بيلقوا هناك ان شاء الله التمور يعني معروضه على الناس بصوره مفتوحه. كويس. الدار يشتري والداير يعني يتناول التمور، الداير يذوق يذوق والداير يشرب مويه التمور يشرب. خاصة كل شيء متوفر يعني. ذكرت انت برضه المعرض عنده بعد اجتماعي كبير جدا ومشاركة فولكلور برضه، لانه التمور والنخيل دخلت في مناسبات سواء كان في الافراح او الاطراح. مقدرين جدا استاذ ادريس وعثمان ادريس منسق المهرجان مهرجان التمور الثالث. هل في اضافه يا احمد؟ لا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على هذه الاستضافه. شكرا لكم.